شباب عبد العزيز من اسكندريه. المسبك طبعا في اللبان في حي رايق وسكينه زي ما انت شايفه كده. مسبك لصناعه المعادن، طبعا بنشتغله شغل بنعمله للنجف والشغل المابوليا، وبيبدا طبعا من هنا من عندنا من اي شكل بيجي هنا عندنا في التكنة هنا بيشتغلوه هنا بالرمل كده بيتحط في روازق زي ما حضرتك ممكن تشايف كده برضو بيتختم كده اهو. لو بص لحضرتك هنا اهو كده بيتختم كده وبتسيح طبعا في البودقه هناك من النحاس وبتاع، وبيطلع الاشكال اللي انت بتبقى شايفها هنا في الارض هنا. تمام. بالنسبة للمراحل، الرملة اللي احنا بنشتغلوا بيها الرملة دي بتجيلنا من رشيد ومن القاهرة، رملة صفرة من القاهرة والرملة رشيدي من رشيد وبنشتغلوا بيها، وفي رملة شيراتون بنشتغلوا بيها برضو الحاجات اللي الضيقة قوي بنشتغلوا بيها برضو في المعدن، وفي طبعا بودق بنستوردوها بنجيبوها من بره وبتاع. طبعا البودق دلوقتي غالية وأسعارها غالية، فاحنا بنشتغلوا برضو اللي بنساحوا فيها المعدن ذات نفسه. والمعدن طبعا الخردجيه بتجيبه لنا، تعرف تشوف عند الفرن كده، وبتخش طبعا المعدن بيخش على الفرن وبيسيح وبيبقى عامل زي الميه كده في درجه انصهار بتاع 360 درجه مئويه، وبيطلع بنصبوه بيبقى للشغل اللي هو اللي انت حضرتك شايفه اللي احنا بنعمله ده كله. انواع المعادن ايه؟ احنا بنشتغل نحاس، وفي ورش بتشتغل الومنيا، وفي ورش بتشتغل زهر، حسب كل واحد حسب طلبه يعني. بس هو اللي المنطقه اللي احنا فيها دي ما بين النحاس وما بين الالومنيا، بعد ما ختموا عمل نفس الشكل كده بيطلع بنفس المستوى اللي انت حضرتك شايفه ده كده. هو كده بيعمل القالب صح؟ بيعمل شكل القالب نفس اللي انا بديهوله، بيطلع زيه بالظبط كده بعد ما يتصب، بيطلع شكل نفس الشكل ده. كل واحد طبعا متخصص في حاجه ايه وبيقف بيعملها. اول مرحله ديت اللي هي القالب، اول حاجه بيعملها هنا القالب، وبعد كده بيخش على النحاس، النحاس سايح مطرح بعد ما بيعمل القالب ده بيعمل له مكان يصب فيه. الفورم اللي حضرتك شايفه ده بيتصب منه ايه نفس الشكل اللي هو بيعمله ده. ده اللي بيتصب. ده بيطلع دي من حته الشغل دي، الموديل ده بيطلع من القالب وبيقفل تاني القالب، واحنا نصبه بقى في الفراغ اللي هو بيشيله منه القالب ده. طبعا احنا وش جنب منه برميل السولر، احنا شغالين بسولر، ما فيش يعني ما فيش لا زيت ولا فيها حاجه، السولر عشان تدي لك النار العاليه. ما احنا من غير طبعا البرميل والهواء وبتاع، هو مقوي الفرن ده اللي انت شايفه، والنحاس اهو شكله في الارض، والنحاس اهو قدام منك ده اللي بيسيح، ودي الخرده ده اللي بيسيح، دي الخرده اللي بتسيح، ودي الرواسب بتاعت النحاس اللي على اليمين دي. ده بيبقى كده يعني؟ ايوه عيد اهو، ما بيشطر يتلحم بيبقى كده. الله ينور. بس برضك زي ما انت خلاص. عايز ايه؟ بس ده الشيء بتاعه الاساسي ده. ده التشطيب بتاعه الاساسي. كده بيبقى كامل بقى. ده كده كامل، بس لسه له برضك الدراعات بتاعته. لحضرتك؟ تمام. بيقطع ولا بينظف؟ لا بيقطع المصب بس، بيقطع المصب بس من الشغل، بيقطع المصب بس، والشغل بيروح كده للزبون.
الزبون بقى بيروقه لحد ما احنا ده مثلا ده قبليك ده الزبون يروقه يوصله ايه للمرحله التسليم بس. هنا ده ايه ده بدايه التقطيع بس. ده الشكل بعد ما طلع ده شكله ده الفينيش بتاعه.